محافظات صعيد مصر وسيناء على الرغم من فرص سقوط الأمطار الخفيفة هناك. أما بالنسبة لمحافظات شمال البلاد حتى القاهرة اليوم سيسود طقس شتوي معتدل الحرارة نهارا وإن ظل شديد البرودة ليلا، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا بيصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة. أيضا فيما يتعلق بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، من المتوقع أن تنشط هذه الرياح على معظم أنحاء الجمهورية وبتصل أحيانا لحد العاصفة، ومعها بالطبع بتتدهور الرؤية على الطرق وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية حتى يوم الخميس القادم. واعتبارا من غد الأربعاء فمن المنتظر حدوث انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، مع أيضا احتمال كبير لفرص سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء. وبصفة عامة يعني الطقس يكون شتوي مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا. حديقة في قلب المكسيك تجمع بين الحقيقة والخيال من خلال تصميماتها المختلفة وشلالات المياه المتدفقة بشكل كبير، وأدت إلى نمو عدد من النباتات والأشجار النادرة على رغم من وفاة صاحب الحديقة منذ أكثر من 30 عام. يعني هذه التصميمات الفريدة من نوعها في هذه الحديقة بتجعل الزائرين بالتأكيد مستمتعين بزيارتها، ليس لمجرد التعرف فقط على أنواع من النباتات والأشجار العملاقة المتميزة، وإنما أيضا للتمتع بالتصميمات المبتكرة اللي بتجمع بالفعل ما بين الحقيقة والخيال. رائد فضاء أمريكي واثنين من الروس يحملوا معهم شعلة أولمبياد سوتشي إلى الفضاء الخارجي، وسيضطرون لمد مدة الرحلة اليوم إضافي نتيجة سوء الأحوال الجوية الحقيقة اللي بتسود العالم في الفترة الأخيرة. سيتولى رائد الفضاء الياباني كوتشي واكاتا قيادة محطة الفضاء الدولية ليصبح أول ياباني يقود مهمة فضائية مأهولة، وتعد هذه المرة الثالثة التي توكل فيها مهمة قيادة المحطة لرائد ليس من ناسا أو من وكالة الفضاء الروسية. المحطة بتحلق وهي أيضا مشروع أبحاث على بعد حوالي 420 كيلومتر عن الأرض. دي كانت مجموعة من أخبارنا في هذا الصباح، فاصل قصير ونعود معكم لاستكمال اليوم بحوارات مفصلة وأيضا نشرة رياضية واقتصادية. ابقوا معنا. صباح الخير وصباح النشاط. النهارده هنعمل مجموعه تمارين جديده، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا تاني وهنبتدي في الاحماء، هنبتدي نجري في المكان، هنبدا مع بعض، يلا بينا نجري في المكان. هايل، نعمل تمارين احماء 10 ثواني او 20 ثانيه، نبتدي نعمل هاي ني، هنرفع ركبتنا لفوق كويس جدا، هنبتدي نشتغل رجلينا لقدام ولورا. هنفتح ونقفل رجلينا، نشتغل كروس، هايل جدا. نرجع جري في مكان تاني، خفيف خفيف، عدي، هايل جدا. النهارده هنشوف ازاي الاطفال الصغيرين ممكن يستخدموا اوزان خفيفه من الحاجات الموجوده في البيت بحيث ان هم يعملوا بيها تمارين رياضيه، زي الازايز، زي الكتب، زي الحاجات البسيطه اللي بتبقى موجوده حوالينا، بحيث ان احنا نتمرن بيها وفي نفس الوقت ما تكونش احمال تقيله عليهم ممكن تعمل لهم مشاكل. هنبتدي ان احنا زي ما احنا شايفين كده ننام على ظهرنا، نخلي رجلينا متنيه، وهنبتدي اكننا ماسكين وزن، وهنطلع بايدينا الاثنين وهنضم قدام بالشكل ده. هنبدا مع بعض، 2 3 ربع 4 5 6 7 8، هايل. هنبتدي نشتغل ايدينا مفروده وهنضم بايدينا في النص، هوب، 1 2، هايل، 3 4 5
6 7 8 هايل. نخلي كوعنا كده وهننزل من كوعنا جنب راسنا ونطلع نفضي. هوب 1 2 ربع 3 4 5 6 7 نفضينا للاخر. نرجع تاني هنبتدي نشتغل اول تمرين. هوب نطلع بايدينا كده وهنضم خلي ايدينا كده. هوب 1 2 خلي ايدينا كده 3 خلي ايدينا كده 4 5 6 7 8 اهي. خلي ايدينا مفروده نشتغل بالجنب لفوق. هوب 1 2 3 4 5 6 7 8 تراي. نبتدي نشغل ايدينا من فوق وننزل بكوعنا جنب راسنا. 1 2 3 4 5 6 7 اخر واحدة 8 وبنستريح. بعد تمريننا هنبتدي نعمل التهدئه. هنبتدي ان احنا نتنفس، نبتدي نهدي النفس بتاعنا شويه بعد التمارين اللي احنا عملناها، وبعدين هنبتدي نعمل اطالات. بقى هنبتدي نعمل اطالات عضلات الكتف، بنحاول نضغط لورا على قد ما نقدر زي ما احنا شايفين. نبدل على الايد الثانيه، نشتغل التراي من ورا الرسمه وبنبدل على الرجلين وبنبدل. ننزل نحاول نلمس فشت رجلينا بدل ما يكسر ركبتنا وبنستريح. خلصت تماريننا، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك لياقتك، ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وده موعدنا اليومي من خلال هذا الصباح لنتعرف على اهم وابرز اخبار الرياضه والملاعب. حسام عاطف في الانتظار.